ننتقل معاكم الى فقره الوانتو. ميولك في الكره الاردنيه مع الوحدات ام الفيصلي؟ الوحدات. قلتها بسرعه. يعني انا ما اتابع الكره الاردنيه، بس انه يعني اغلب زملائي بالمنتخب من نادي الوحدات. ما عندك احد يشجع الفيصلي قريب لك؟ لا والله ما ادري. وما راح تزعل اذا يعني انا مو ما اتابع الكره الاردنيه للامانه، لكن يعني اشجع الوحدات عشان زميلي بهاء فيصل. اسطوره الكره الاردنيه رأفت علي ولا حسون الشيخ؟ رأفت علي. اللاعب الافضل عدي الصيفي ولا احمد هايل؟ عدي الصيفي. سبب تراجع نادي الغدسيه والمستوى في الدوري فني ولا اداري؟ اداري. من الافضل كظهير، ضاري سعيد ولا عامر معتوق؟ ضاري سعيد. كقائد للغاتسية من الأفضل، صالح الشيخ ولا مساعد ندى؟ مساعد ندى. أفضل مهاجم في الدوري الكويتي آخر 15 سنة، بدر مطوع ولا فراس الخطيب؟ بدر مطوع. عشان غتساوي؟ لا بدر مطوع يعني علامة فارقة من أول من أول مباراة. فراس الخطيب الهداف التاريخي. فراس الخطيب الهداف التاريخي يعني بدر. أنا بالنسبة لي أفضل محترف في تاريخ الكرة الكويتية. طيب. بس بالنسبة لي بدر يعني لاعب ما يتعوض. من الافضل في حراسه المرمى لنادي الغادسيه، احمد الفضلي ولا خالد الرشيدي؟ والله اثنينهم حراس كبار يعني ما يعني قاعد تشوف احمد الفضلي الحين قاعد يتالق وخالد الرشيدي لا اسمه. افضليه نسبيه تعطيها لمنو؟ اشوف ممكن خالد الرشيدي. اكثر لاعب تحس انه لو كان معاكم راح يساعدكم بالغادسيه اكثر، سيف الحشان ولا عزيز المشان؟ سيف الحشان. واثنينهم لاعبين كبار. يعني هذا خط رجعه، اثنينهم لاعبين كبار. لا لا يعني اثنين لاعبين كبار ولهم تاثيرهم بالفريق، لكن ممكن سيف الحشان. قلت كذي عشان ما يزعل عزيز. لا لا ما 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 فيها زعل هذه يعني عادي. افضل شريك لمساعد ندى بقلب الدفاع، عبد الرحمن العنزي ولا خالد محمد ابراهيم؟ خالد محمد ابراهيم. افضل لاعب وسط شاب بالغاتسيه، رضا هاني ولا محمد خليل؟ والله شوف هم اثنين زملائي يعني قاعد يلعبون معي من المراحل السنيه احنا مع بعض. وانا من طبعي احب اللاعب اللي يلعب بروح، وهم اثنينهم يعني انا يعني شهادتي فيهم مجروح يعني، يعني لاعبين يعني واضح انك متوهق. مو متوهق يعني خليني اوضح بس. ايه يعني اتوقع هم وسط الغاتسيه واللي لي 10 سنين ممكن قدام. ايه لكن انا يعني ممكن افضل رضا هاني لانه يلعب بروح. الفدائي. ايه يلعب بروح اكثر. شنو الاهم بالنسبه لك، الفوز على العربي ولا الكويت؟ شلون يعني؟ الافضل بالنسبه لك انك تفوز على العربي ولا تفوز على الكويت؟ تستمتع مع فوز اكثر ما ضد منه؟ والله شوف نادي العربي نادي كبير، وهم نادي الكويت يعني نادي كبير، واثنينهم لهم جماهيرهم لهم اسمهم. لكن يبقى الديربي غير مع العربي. مع نادي العربي. نادي تتمنى تحترف فيه؟ وين هني يعني ولا برا؟ بالكويت. بالكويت للامانه ما يعني انا تبي تتم بالغاتسية. افضل نادي في الكويت يعني، بس خارجيا اتمنى في الهلال. في الهلال السعودي. كل الشكر لك حبيبي. خلصنا 1-2.